معي مي عبد المؤمن وهي مراسلتنا. ولكن مي، أنت كنت شاهدة عيان لاعتداء، خبرينا القصة لو سمحتي. عزيزتي، أنا أتحدث الآن من المكتب، من مكتب قناة العربية بالقاهرة. طبعا الوضع كما هو واضح على الشاشة الآن، الدبابات التي تحاصر المكان والمتظاهرين الذين يتعدون الآلاف. هذا الوضع اعتدنا عليها على مدى أيام، ولكن لم تعتد عليه مصر منذ سنوات عديدة. لم نشهد مثل هذا المنظر في شوارع مصر. تلقيت العديد مئات المكالمات طوال اليوم من أناس هنا وهناك في جميع المحافظات وفي جميع أنحاء الجمهورية، يستغيثون بنا، يجدوننا الملاذ الأخير للشكوى في ظل عدم وجود أي أمن في الشوارع أو شرطة. شيء يعني صعب جدا تلقي مثل هذه المكالمات. شكوى عن أي أشياء مي مثلا؟ عن بلطجية وناس مخربون يعتدون على المحلات وعلى الممتلكات العامة والخاصة. مؤخرا منذ حوالي ساعتين أصبحوا يعتدون على منازل الناس، يعتدون عليهم بالسلاح تحت تهديد السلاح ويدخلون المنازل والبيوت. دخلوا في معظم أنحاء يعني حي الرحاب، التجمع الخامس، التجمع الأول، مدينة نصر، مصر الجديدة، جسر السويس، المهندسين، الهرم. هي تعتبر مناطق غنية مي؟ تعتبر مناطق غنية، نعم تعتبر مناطق غنية فعلا. والدخول كان دخول مسلح تقولين لي؟ بالضبط، يعني دخول مسلح بأسلحة ورشاشات أسلحة تم نهبها من أقسام الشرطة التي تم احتراقها بالأمس. طيب مي، يعني سؤال أعرف ربما يعني الجواب ليس فيه مباشرة أو لا تستطيع أن تعطيني جواب النهائي، ولكن هل هؤلاء البلطجية يعني استغلوا حالة الفوضى، انعدام الأمن، عدم وجود الشرطة، أم هم جزء من التظاهرات؟ لا نعم، هم بالفعل ليسوا جزء من المظاهرات، ولكنهم استغلوا هذا الموقف بأسرع وقت ممكن منذ اللحظات الأولى بالأمس. احتلال لكل الأماكن، الأموال، الممتلكات، شيء بشع لم نعتد أن نراه. طيب مي، كان هناك طلب للجيش ببيان يعني على الشعب أن يحمي نفسه بلجان أهلية وغيرها، هل بدأ يحدث هذا شيء وكيف يحملون؟ يعني هل الشعب المصري مسلح؟ بماذا يحمي نفسه أمام مسلحين؟ الشباب المصري، أنا يعني فعلا أحيي كل الشباب المصري العظيم الذي نزل فعلا كدروع بشرية حول المباني والبنايات الخاصة والعمارات في كل الأحياء التي تم ذكرها بالسابق التي ذكرتها لك قبل قليل عزيزتي. دروع بشرية في كل مكان. منزلي أنا في مدينة نصر، أطمئن على أهلي من حين آخر عبر الهاتف. علمت منذ قليل أن شارع نادي الأهلي بمدينة نصر، البناية التي نسكنها، هناك اعتداء من نيران، اطلاق نار تحت العمارة وشوم وبلطجية. لقد نزل الشباب من البناية ومن باقي أبناء الشارع لحماية الناس وحماية الممتلكات وحماية الشغل. أنا أحييهم حقيقة، لكن ليس هذا دورهم، هذا دور الشرطة، هذا دور الجيش. طيب الشرطة أين؟ يعني لو عدنا لنقول للمشاهدين أين الشرطة؟ لا يوجد فرد أمن واحد من أفراد الشرطة منذ الأمس. يعني بعد اشتباكهم مع المتظاهرين اختفوا. بالضبط، اختفوا، لا نعلم أين هم. حتى رجال المرور، لا يوجد عسكري أمن واحد من رجال الشرطة، لا نعلم أين ذهبوا. بالفعل نريد أن نعلم أين ذهبوا. هل هناك مسؤول مي يعني تتحدثون معه كصحفيين، وزير الداخلية أو المسؤولين، لنفهم أين الأوامر؟ لا يوجد أي طرف مسؤول من وزارة الداخلية يمكنه التحدث مع أيا كانت الأطراف، مهما كانت، حتى لو كانت قناة العربية، لا يوجد أحد يتحدث معنا. وزارة الداخلية كلها بكل من فيها وبكل من ينتمي إليها، لا نعلم أين هم الآن. كل ما نراه فوضى وبلطجة في الشوارع. ما هو دور الجيش تحديدا في مثل هذه الحوادث؟ لأنه يبدو أن هناك أنباء عن أن الجيش ينتشر في بعض الأحياء، يعني إذا كان شاهدا على مثل هذه الحالة وهي اعتداء على المنازل، هل يتدخل؟
بالفعل بدأ الجيش المصري في النزول إلى الشوارع، ولكن انتشاره ليس بالقدر الكافي، حيث أن البلطجة العامة والفوضى التي صارت في شوارع القاهرة أكبر بكثير من حجم انتشار الجيش، الذي هو مهتم أكثر بتأمين المؤسسات الحيوية في الدولة مثل مبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، لكن الناس، الممتلكات الخاصة للناس والبنايات والبيوت أهم الآن في الحماية والتأمين. لا يوجد هذا التأمين، سواء من كان من الجيش أو من أفراد الشرطة الذين لا يوجد لهم أي وجود أصلا في الشارع. طيب، شكرا لك مي عبد المؤمن، مراسلتنا من مكتب القاهرة، تقول بأن البيوت الأهلية يعني البيوت العامة تتعرض، بالفعل المنازل الخاصة تتعرض لاعتداءات، ولكن هناك تأليف لبعض اللجان الأهلية. دكتور ياسر.